ونبدأ نعمل شيرينج. اوكي نرجع تاني باشمهندسين، انا هبدأ اتكلم على الانفرس بتاع البلس. الجزء ده مهم قوي، انا جايب لك في الامتحان انك تجيب ترانسفورم وانك تجيب انفرس ترانسفورم. تعال بقى ركز معايا، انا في المرحله قبل اكزامبل 9 في البي دي اف اللي موجود معاك تدريب ازاي بجيب الترانسفورم، دلوقتي عايز اجيب الانفرس ترانسفورم. ركز قوي، انا عندي اس على اس سكوير زائد 9. طبعا انا لازم اكون يا عمرو حافظ الجدول كويس جدا. مجرد ما اشوف اس على اس سكوير زائد 9، اول ما بشوف اس سكوير زائد حاجه تحت دماغي زائد، دماغي بيلعب يا في ساين يا كوزاين، يبقى اس على اس سكوير زائد 9 دي يا اما ساين يا اما كوزاين. طب اعرف الفرق بينهم ازاي؟ الكوزاين بيبقى النومينيتور عليه اس، لكن الساين ما بيبقاش فيه اس، يبقى دي عباره عن كوزاين بتاع 3t. حضرتك متابعني؟ تمام. تعال بص على المساله اللي بعديها، انا عندي 5 على اس زائد 3، هي بتتجاب كده، هي الاجابه فوري، 5 على اس زائد 3. انا عارف ان اي حاجه موجوده في الدينومينيتور اس زائد 1، اس ناقص 2، اس زائد 5، اس ناقص 10، لو في حاجه زي كده موجوده في الدينومينيتور ده معناه ان انا استخدمت الفيرست شيفتنج اللي هو بتاع اي اس رقم. الفيرست شيفت، شوف هرجع ازاي، هشيل الاس زائد 3 دي وهضرب مكان، وهضرب في الاف اوف تي اي اس سالب 3 تي، يبقى انا هشيل الاس زائد 3 دي واحط مكانها اس، هشيل الاس زائد 3 دي واحط مكانها اس، يبقى اكني استخدمت اي اس سالب 3 تي، لازم تبقى عكس الرقم كده. اصبحت المساله بتاعتي 5 على اس، 5 على اس يعني 5، يعني الاف اوف تي ده عباره عن 5 تايمز اي اس نيجاتيف 3 تي. باشمهندسين متابعيني؟ الجزء ده مهم قوي. معاك يا دكتور، معاك. هعيدها تاني، بص على المساله اللي جنبها، 2 على اس ناقص 2 لكل باور 3. اول خطوه اعملها اول ما يجي لي براكت ومرفوع لباور، عينيا ودماغي يروح على الفيرست شيفتنج، يبقى انا خلي بالكو هشيل اس ناقص 2 واحط مكانها اس، نتيجه ان شلت اس ناقص 2 هضرب في اي اس 2 تي عكس الاشاره، هنا نيجاتيف 2 يبقى الثانيه بوزيتيف 2، يبقى بدل اس ناقص 2 هضرب في اي اس 2 تي، اصبحت 2 على اس كيوب، دي 2 على اس كيوب. مين بيدي لك 2 على اس كيوب؟ تي سكوير، يبقى المساله دي اصبحت تي سكوير في اي اس 2 تي. تعال بص على المساله اللي جنبها، ما هو كل ده محلول هعدي عليه تاني دلوقتي. المساله اللي جنبها 6 مقسومه على اس سكوير ماينس 16. هل طالما انا شفت اس سكوير بوزيتيف او ماينس رقم، يا اما شاين وكوشاين يا اما ساين وكوزاين، لو في بوزيتيف يبقى ساين وكوزاين، لو في نيجاتيف تبقى شاين وكوشاين. طيب هل النومينيتور عليه اس؟ النومينيتور مش عليه اس، يبقى دي شاين، بس الشاين لازم الرقم اللي تحت ده جذره يبقى فوق، يعني المفروض ان دي لو 4 على اس سكوير ناقص 16 تبقى الشاين 4 تي، بس انا عندي 6 مش عندي 4. طب بسيطه خالص، هاسم على 4 واضرب في 4، يبقى كان 6 على 4 تايمز 4 على اس سكوير ماينس 16، يعني تبقى ديت عباره عن 6 اوفر 4 شاين 4 تي. شوف خلي بالك اهو، انا نزل عليهم هم واحده بواحده زي ما انا اشتغلت معاك تيبيكال اهو. لو انا عندي اس على اس سكوير زائد 9 اهو، انا كاتب لك فروم تيبل، دي اللي هي كوزين 3 تي. لو انا عندي 5 على اس زائد 3، ريمبر فيرست شيفتنج، انا كاتبها لك جنبها. باشمهندسين حضراتكم تابعيني فاهميني؟ ايوه يا دكتور معاك. طبعا الاخيره انا كاتب لك اهو، دي فروم تيبل اللي هي 6 على 4 4 على اس سكوير ناقص 16، هي 3 على 2 شاين 4 تي. انزل معايا لما اجي على المساله اللي بعديها، انا عندي اي اس نيجاتيف اكسبوننشال فانكشن في الترانسفورم افتر ترانسفورم، يعني عندي السات في اي اس اس في البلان بتاع الاس، يعني او اكسبوننشال فانكشن في الاس. اذا حصل اكسبوننشال فانكشن في الاس او في البلان بتاع الاس، ده معناه ان انت بتستخدم يونت ستيب فانكشن، ان انت بتستخدم يونت ستيب فانكشن. شوفوا هلعب اللعبه ازاي، هشيل الاي نيجاتيف 2 اس واحط مكانها يو اوف تي ناقص 2 نفس الاشاره، بعدين اشيل 1 على اس سكوير
اللي هي واحد على اس سكوير دي اللي فضله اللي هي ترانسفورمها الانفرس بتاعه تي. هشيل التي واحط نفس القيمه بتاعت اليونت ستيب. انزل معايا كده واحده واحده. اول ما شفت اي اس 2 اس عرفت ان انا عندي يو اوف تي ناقص 2، بس انا عندي واحد على اس تربيع اللي بيبقى مكانها تي. هشيل التي واحط تي ناقص 2 لان ده الكونديشن في الاساس عشان يتم عمليه الترانسفورم. وانا كتبت لك هنا ريمبر سكند شيفتنج، لو انا عندي يو اوف تي ناقص اي في اف تي ناقص اي هتبقى بالشكل ده. هعيدها تاني اهو يا باشمهندسين. انا عندي اي اس نيجاتيف باي اس اللي هي يو اوف تي ناقص باي. الكلام ده مضروب في واحد على اس سكوير زائد باي سكوير اللي هي يعني باي على اس سكوير زائد باي سكوير، لان بضرب في باي واقسم على باي، يبقى المانيبيوليشن ده سهل. لو انا عندي باي على اس سكوير زائد باي ده اللي هو ساين باي تي، بس عشان ينفع يتعمل ترانسفورم لازم اشيل التي واحط تي ماينس باي. يبقى انا لو عملت ده تاني اهو اي نيجاتيف باي اس اللي هو يو اوف تي ناقص باي. طيب الحته اللي هي بتاعت واحد على اس سكوير زائد باي سكوير هضرب في باي واقسم على باي عشان يبقى الجزء اللي انا بشاور عليه ده ساين باي تايمز تي. يبقى انا عارف ان ده ساين باي تايمز تي. هرجع اخر خطوه امسح التي واحط مكانها تي ناقص باي عشان تنفع النظريه انها تشتغل، وانا ماكد لك تاني على النظريه تحت. الخطوه اللي بعديها بيكلمك لو انا عندي اس ناقص 2 على اس كيوب في اي اس نيجاتيف 2 اس، طبعا مانيبيوليشن بسيط، وزع النومينيتور على الدينومينيتور يبقى اس على اس كيوب ناقص 2 على اس كيوب زي ما انت شايف. يبقى دي اصبحت 1 على اس تربيع ناقص 2 مقسومه على اس كيوب. الكلام ده مضروب في اي اس نيجاتيف 2 اس زي ما احنا شايفين. الاي اس نيجاتيف 2 اس اللي هي يو اوف تي ناقص 2، بدل 1 على اس سكوير هتبقى تي، اشيلها واحط تي ناقص 2 زي ما انت شايف، وهكذا الباقيين. تمام يا شباب؟ تمام. دكتور معلش بقول لك انا عندي محاضره كيمياء دلوقتي، في اتندنس ولا ايه؟ انا اخدت الاتندنس دلوقتي. انت مين؟ محمد هشام. اديني رقمك. الاي دي 1919 00 168 عمرو السيد. ايوه خلاص دن ماشي الحال. عمرو ممكن تديني الرقم بتاعك بعد اذنك؟ 1916 1916 3 اصفار ايوه 4-8. اوكي يا عمرو. تمام ماشي يا شباب. حركها تتفرج على المحاضره يا محمد هشام. احمد اديني الرقم. خلاص اوكي. احمد خالد لسه داخل. 19 اوكي. نرجع تاني للمحاضره بتاعتنا. طبعا ده بالنسبه لموضوع اليونت ستيب. لو انا بصيت على الترانسفورمز اللي موجوده قدامك دي، الترانسفورمز دي فيها مانيبيوليشن تاني. المانيبيوليشن اللي موجود قدامك ان اللابلاس ان الدال، انا ما عنديش لين اس زائد 1 او اس ماينس 1، ما عنديش اللابلاس بتاع حاجه زي كده، بس انا عارف ان لو عندي التفاضل، يعني ايه ما عنديش لابلاس؟ يعني انا الجدول بتاع لابلاس مش موجود فيه لين، عندي الاف اوف اس ما فيش فيها لين، يبقى ده حصل مانيبيوليشن. شوف افك المانيبيوليشن ده ازاي. همسك لين اس زائد 1 على اس ماينس 1 افكها باستخدام البروبيريتيز بتاعت اللوغاريتماتيك فانكشن. يبقى دي عباره عن لين اس بلس 1 ماينس اللين بتاع اس نيجاتيف 1 اهي. يبقى لين اس بلس 1 ماينس اللين بتاع اس ماينس 1. الستيب اللي بعديها يا باشمهندسين هعتمد على النظريه بتاعت التفاضل. انا ما عندي اللين نفسه، انا مش بعرف اعمل له اجيب له ترانسفورم، لكن لو اللين ده متفاضل اللي هو 1 على اس زائد 1 اعرف اوجد له ترانسفورم. فهلعب على الريتم بتاع النظريه دي ان انا الاول هفاضل القيمه بتاعت الاف اوف اس. يبقى انا هجيب دي باي دي اس للاف اوف اس، يبقى دي 1 على اس زائد 1 ناقص 1 على اس ناقص 1. مش كده وبس، وهضرب التفاضل في سالب. اشمعنى؟ لان لسه من دقيقه احنا متكلمين على الخاصيه بتاعه تي في اف اوف تي بيخليه سالب دي باي دي اس الاف اوف اس. يبقى انا اول خطوه جبت الاف اوف اس في شكل اقدر اتعامل معاه، تاني خطوه رحت مفاضل وضرب في اشاره سالب.
لما عملت كده بقى عندي واحد على اس ماينس 1 ماينس واحد على اس بلس 1. دلوقتي خد الانفرس ترانسفورم. لما اخد انفرس ترانسفورم لنيجاتيف دي على دي اس الاف اوف اس دي اللي هي تي في اف اوف تي، القيمه دي اللي هي تي في اف اوف تي. مش ونسين انت فاهمين انا بقول ايه؟ ها اه يا دكتور بجد فاهمني؟ اكمل كمل تمام. يبقى اذا instead of negative d by ds ال f of s انا جبت مكانها t في f of t. بعدين عندي واحد على s minus 1 ونيجاتيف واحد على s plus 1. الواحد على s minus 1 ده اللي هو e اس نيجاتيف t، والواحد على s plus 1 ده اللي هو e اس نيجاتيف t. يبقى اذا على طول عرفت اجيب الترانسفورمز دول سهلين جدا من الجدول. انا مش عايز t في f of t، انا عايز اجيب f of t بس. يبقى هقسم اي تي اي باور تي ماينس اي باور نيجاتيف تي على تي. كده يبقى انا جبت الترانسفورم بتاعي مفيش مشاكل خالص. لو انا عايز اجيب لابلاس لتان ماينس 1 اس بلس 1 سيم واي لايك التان مفيش في الجدول تان ماينس 1 لها ترانسفورم. لكن لو انا عرفت اجيب التفاضل بتاعها وده امر سهل قوي، هروح جاي الاول ماسك التان مفضله يبقى واحد على اس زائد واحد سكوير بلس 1 زي ما انت شايفين. هضرب في إشارة سالب الطرفين. اشمعنى؟ علشان عارف ان النيجاتيف بتاع دي باي دي اس الاف اوف اس ده اللي هو تي في اف اوف تي. والجزء الثاني اللي هو النيجاتيف بتاع واحد على واحد زائد اس بلس 1 الكل سكوير ده اللي هو الترانسفورم بتاعه اي اس نيجاتيف تي في ساين تي. يبقى عرفت اجيب الاف اوف تي بتاعتي اللي هي نيجاتيف اي اس نيجاتيف تي ساين تي على تي. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. البي دي اف ده موجود عندك، وطبعا عندك هنا بلس ترانسفورم تاني لمسألتين عاديتين تماما، واحده فيها اكتر من خاصيه انا شرحها لك كويس قوي. قايل لك ان التي بيعمل تفاضل، الاي اس نيجاتيف 4 تي ده بيعمل فيرست شيفتنج، الكوشاين 4 تي ده المين ترانسفورم. يبقى الاول هات المين ترانسفورم اللي هو كوشاين 4 تي، بعد ما تجيبه فضله في الاخر خالص شيل كل اس وحط اس زائد 4 زي ما حضرتك شايف. معايا يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام. البي دي اف ده خلص. تعال بص على الجزء الثاني اللي انا عايز اكلمك عليه. انا الحته دي انا ممكن قدامي حل من اتنين، يا اما اتكلم عليها دلوقتي اذا انتوا تستحملوا ان انا اتكلم عليها، يا اما هخليها في ميعاد المحاضره بتاعتنا يوم الاربع الصبح، بس هشرح الاول البارشل ديفرنشال ايكويشنز بعدين هرجع على الجزء بتاع الهيفيسايد. تحبوا اعمل ايه؟ ها نخلصها دلوقتي احسن. طيب تمام، مية مية. وركز قوي بقى في الجزء بتاع الهيفيسايد. الجزء بتاع الهيفيسايد انا بحتاجه لسبب بسيط قوي، سيبك من اسمه. المشكله دلوقتي لما باجي اعمل انفرس ترانسفورم ساعات بيبقى الدينومينيتورز بتاعتنا معقده قوي، كبيره قوي. فاللي يقدر يهربك من الحركه دي الهيفيسايد. الهيفيسايد بيقول ايه؟ بيقول لو انا عندي داله بسط ومقام، يعني الهيفيسايد ده بيعمل انفرس ترانسفورم لداله شرطا فيها بسط وفيها مقام، والمقام مش نافع حاجه من اللي فاتهم، المقام رخم قوي كبير قوي. لذلك هنا هتلاقيني حاطط لك المقام هو s minus r1 times s minus r2 times s minus r3 وهكذا. يبقى اذا انت عندك الدينومينيتور بتاعك عباره عن مجموعه من، مش شكله كده، انت نجحت تخليه مجموعه اقواس عشان توجد الروتس بتاعت المقام. انا دلوقتي هجيب r1 و r2 و r3 و rm، دول الارقام اللي بتخلي الدينومينيتور بتساوي زيرو. هروح اعمل ايه؟ هروح اجيب f of t، هروح اجيب f of t بتساوي a1 times e اس الروت مضروب في t. بعدين هروح اجيب a2 في e اس r2 t. just a second، خليكم معايا يا شباب.
ماشي يا شباب، خليك معايا. طبعا ده معناه ان انا عندي ثابت في اي اس الجذر في تي زائد الثابت الثاني في اي اس الجذر الثاني في تي وهكذا. معلش ثانيه واحده وهنشوف مسائل. طيب انا مشكل دي عمليه سهله قوي هتشوفها دلوقتي، حاجه تطبيق سهل جدا في الحاله دي. طيب المشكله عندي ال A1 وال A2 وال A3 واب تو AM. معايا عمرو؟ معايا محمد؟ معايا محمود؟ معاك يا دكتور. طيب هعملها ازاي؟ بصوا بقى هعمل ايه. لما اجي اطلع الثابت رقم واحد اللي هو بتاع الجذر رقم R1، هشيل القوس ده من المقام وهعوض في كل المعادله اللي فاضله ب R1، يبقى انا كده جبت ال A1، وهكذا مع كل جذر فيهم. الحالة دي سهلة قوي. الحالة رقم اتنين هأجلها دلوقت، هي والحالة التالتة. تعال ناخد مسألة على الحالة الأولانية. أنا عندي مثلا 3S ناقص 4 مقسومة على S سكوير ناقص 25، حاجة صعبة جدا. طيب أهرب من المطب ده إزاي؟ هاخد الدينامينيتور أعمل له فاكتورايزنج، يبقى S ماينس 5 تايمز S بلس 5 زي ما أنتوا شايفين كده. الروتس بتاعت الدينامينيتور مرة بوزيتيف 5 ومرة بنيجاتيف 5. الإجابة يعني الـ F of T هتساوي ثابت في E أس الجذر الأولاني في T زائد ثابت في E أس الجذر الثاني في T. يعني ببساطة A1 في E أس 5 T زائد A2 في E أس نيجاتيف 5 T. لغاية هنا في أي مشكلة؟ أعيدها تاني؟ تمام يا دكتور. تحبوني أعيدها تاني؟ أنا حالياً بجيب الـ inverse لبلس، يعني بجيب الـ f of t. لو بصيت على الـ f of s اللي هو 3s ناقص 4 على s سكوير ناقص 25، مش هقدر بسهولة أجيب له حل من الجدول، فهفكر أستخدم الـ heaviside. طب هعمل إيه؟ همسك الـ s سكوير ناقص 25 ده أخليه قوسين مضروبين في بعض، يبقى s ناقص 5 في s زائد 5، يبقى أنا عندي s minus 5 times s plus 5. النومينيتور اللي هو 3S minus 4 مالكش دعوة بيه. امسك المقام هات الروتس بتاعته اللي هي positive 5 ونيجاتيف 5. الحركة اللي بعديها مش ونسين، هروح قايل A1 في E أس الجذر الأولاني اللي هو بخمسة في T، بعدين A2 في E أس سالب خمسة T. كده الإجابة خلصت، أنا جبت الـ F of T. بس مهم أطلع A1 و A2، هطلعهم إزاي؟ ها؟ حد فاهم؟ حد فاكر؟ هقول لك انا بقى ازاي بطلع الـ A1. هروح الـ A1 ده اللي كان مضروب في الروت اللي بخمسة، والـ A2 اللي كان مضروب في الروت اللي بنيجاتيف 5. هروح امسك الـ F of S بتاعي، اشيل من المقام البراكت اللي بيطلع لك الروت اللي بخمسة، يبقى انا هشيل S ناقص 5 اهو، هشيل S ناقص 5، يبقى اصبح 3S ناقص 4 على S بلس 5. شيل كل S وحط 5، يبقى هيطلع لك 11 على 10. مش ونسين حركهم تابعيني؟ تمام يا دكتور. هعيدها تاني. ادى الـ F of S، انا بطلع الـ A1 اللي هو بتاع الروت الاولاني اللي هو بخمسة، اشيل القوس اللي بيعمل الروت ده من المقام، لانك لو ما شلتوش هيبقى المقام بصفر، يبقى اشيله من المقام وشيل كل S وعوض عنها بخمسة، يبقى انا شلت الاس ناقص 5 من المقام، اكني ضربت في اس ماينس 5، شلتهم هم مع بعض واشيل كل اس واحط 5، طلعت الاجابه خلاص. اي 1 بيساوي 11 على 10. هكررها تاني، هروح امسك القوس اللي هو بتاع اس بلس 5 ده، اشيل كل اس، اشيل القوس ده اصلا وامسك بقيه الداله، اشيل كل اس واحط نيجاتيف 5، يبقى انا هروح داخل شايل اس بلس 5 من الدينومينيتور، وبعدين شايل كل اس من الاسات اللي موجوده وحاطط نيجاتيف 5، هيطلع لي 19 اوفر 10. انا جبت A1 و A2 100 100. تمام يا شباب؟ تمام تمام. الحاله الثانيه بتاعت الهيفيسايد، الحاله الثانيه بتاعت الهيفيسايد، لو الدينومينيتور بتاعك، لو المقام بتاعك كان ريبيتد روت كبير، يعني لو كان عندي اس ناقص ار اس ام، اس ناقص ار اس 3، اس ناقص ار اس 4، ومش عارف استخدم الفيرست شيفتنج نتيجه ان في قوس تاني مضروب فيه، هعمل ايه؟ الفكره هنا ان انا بكتب، عارف قوس التكرار اللي كان في الهاير اوردر او زيه كده، بروح كاتب عدد مرات التكرار، اعمل معادله بعدد مرات التكرار A1 زائد A2 في T، ده لو الام بتساوي
2. طيب في ايه 3؟ لو الام لو الام بتساوي 3 تبقى مضروبه في تي سكوير على مضروب 2. طب لو الام بتساوي 4 يبقى هضرب في ايه 4 تي كيوب على مضروب 3 وهكذا. الكلام ده كله هضربه في الروت الريبيتد اللي هو اي اس ار تي. طيب مشكلتي دلوقتي مش الكتابه، مشكلتي الاي 1 والاي 2 والاي 3 والاي 4. ابداهم من عند اخر واحد وليكن اي ان. اروح جاي كاتب الاي ان هو عباره عن 1 على ام ناقص ان فاكتوريال مضروب في عدد مرات الاف اوف اس دي هفضلها، بس بعد ما اشيل المقام ده منها، يعني اشيل المقام ده واللي يفضل افضله ام ناقص ان من المرات. تعال نشوف على مساله. وليكن انا عندي اس كيوب زائد 3 اس سكوير زائد اس زائد 1 مقسومه على اس زائد 2 اس 4. طبعا مستحيله، حاجه زفت يعني. طيب دي هعمل لها ازاي ترانسفورم؟ بسيطة خالص كده. معناه يا عمر الريبيتد روت بتاعي بكام؟ شايف ايدي الريبيتد روت هنا بكام؟ الروت هنا بكام؟ نيجاتيف 2. شايفها؟ نيجاتيف 2 دي خليها في ودنك، بس متكررة كام مرة يا عمر؟ يبقى اذا هروح اهو هكتب قوس التكرار. خلي بالك هي متكررة 4 مرات، يبقى A1 زائد A2 في T على مضروب 1 زائد A3 في T تربيع على مضروب 2 زائد A4 في T تكعيب على مضروب 3. T أقل من الرقم بتاع الـ A1. الكلام ده هيتضرب في E أس الروت اللي هو نيجاتيف 2T، يبقى E أس نيجاتيف 2T. هروح أطلع بقى الـ A1 والـ A2 والـ A3 والـ A4، بس أنا لما أجي أطلعهم يا عمرو ببدأ من ورا لقدام، يعني أبدأ من الـ A4 وأنا طالع على فوق. يبقى همسك الـ A4، أدي الـ A4 هتساوي 1 على عدد مرات التكرار ناقص رقم الثابت اللي انت بتجيبه. هو هنا متكرر 4 مرات، يبقى 1 على 4 ناقص 4 اللي هو بزيرو، بس ده زيرو فاكتوريال اللي هو بواحد. يعني الكلام ده مضروب في عدد مرات التفاضل عدد مرات التكرار ناقص الرقم بتاع الكونستانت اللي انت تشتغل عليه، يبقى دي أس 4 ناقص 4 اللي هو ده بزيرو. شيل القوس ده من المقام، يعني معناه انك مش هتفاضل، شيل القوس بتاع الريبيتيشن من المقام، يفضل عندك اس تكعيب زائد 3 اس تربيع زائد اس زائد 1. شيل كل اس وحط نيجاتيف 2، اهو شلت كل اس وحطيت نيجاتيف 2 يطلع ب 3. يبقى انا عرفت ان ايه 4 ده ب 3. عمرو هروح اجيب ايه 3؟ هجيب ايه 3 ازاي؟ هروح كاتب ايه 3 بيساوي 1 على عدد مرات التكرار اللي هي ب 4 ناقص رقم الكونستانت اللي هو ب 3. 4 ناقص 3 ده بواحد، يعني الفاكتوريال بون. عدد مرات التفاضل نفس الرقم اللي تحت يعني بون. هروح اشيل البراكت ده من المقام اللي هو اس زائد 2 اس 4، وفاضل البسط مره واحده، يبقى دي باي دي اس للبسط. لما فاضل اس تكعيب زائد 3 اس تربيع زائد اس زائد 1 مره هتديني 3 اس زائد 6 اس زائد 1، اهي 3 اس سكوير زائد 6 اس زائد 1. اشيل كل اس واحط نيجاتيف 2 وهكذا. لما اجي اجيب A2 يبقى 1 على عدد مرات التكرار 4 مرات، بعدين الثابت ده رقم 2 يبقى 1 على 4 ناقص 2، بعدين هضرب في عدد مرات تفاضل مرتين للجزء اللي انا لسه مفضله دلوقتي هفضله كمان مره، بجيب التفاضل الثاني للبسط بتاعي وهكذا، وابدا اطلع الثوابت. الحالة الثالثة بتاعت الكومبلكس أنا مش هجيبها لك، وهي برضو نفس الأسلوب. أنا هجيب الروتس بتاعت الكومبلكس، هتبقى A زائد أو ناقص B في I. هروح أكتب الـ F of T، أشيل الـ وهعوض في الفورمة بتاعته وأطلعهم. دي أنا مش هجيبها لكم في الامتحان. يبقى إذن أنت شفت الـ Heaviside Repeated وشفته لو هو سبرت. المرة اللي جاية أنا مش هقدر أزود عن كده، أنا هبدأ أتكلم على الترانسفورم بتاع الديريفاتيف شكله عامل إزاي، والترانسفورم بتاع الانتجريشن شكله عامل إزاي، لو الـ F of T متفاضل أو الـ F of T متكامل. ليه لازم أدي دول؟ ما كان ممكن أكتفي باللي فات وخلاص. لازم أدي دول عشان أوريك إزاي بحل differential equation، دي هقولها المرة الجاية. تمام يا باشمهندسين؟ تمام يا باشمهندسين. انا هحاول على ثانيه واحده معلش.